اي جراد، عسلامة، مرحبا بيك. مرحبا بيك معنا اليوم. اي تقدم لنا روحك. عسلامة شيماء، انا اي جراد، انا باحثة واستاذة في دراسة الامنية ومختصة في كل ما يتعلق بالامن والجماعات المقاتلة والجماعات الجهادية في شمال افريقيا. شكرا، مرحبا بك. اي احنا اليوم في باش نفتتحوا بيك السلسلة متاع علاش باحث او باحثة. خلينا نبدأ بهذا السؤال، انت علاش باحثة في اولا علاش باحثة وعلاش باحثة في هذا المجال؟ باهي، علاش باحثة؟ علاش والله ما أنا في حياة سابقة كنت باحثة في الدراسات القانونية وخدمت أكثر من ماستر على القانون في مجالات متعددة من القانون، معناها كنت نخدم في قانون فيسكال، كنت نخدم في قانون أعمال، كنت نخدم حتى كشي جات اللحظة الفارقة في حياة برشا عباد منهم أنا، لحظة 2010 آخر 2010 2011، وقتها اللحظة ذيك وقفت قلت أنا شنية معناها لا بيرتينونس والا الفايده نتاع الحاجه اللي قاعده نخدم فيها، قاعده نبحث في حاجات ماهيش بالحق في، وانا بنت منطقه شعميه ومنطقه بالحق عشنا فيها لحظه 2011، دونك قلت ما عندهاش علاقه بحياتي وحياه الناس في المنطقه. في اللحظه ذيك قصيت على اللي كنت نخدم فيه، وهي كانت فرصه حلت لنا الناس كلها باب ان نخدموا فيه الحاجه اللي بالحق نحبوها. كنت نخدم برشا في حتى وانا في حياتي السابقه كنت نخدم برشا على النساء المعنفات، وكما قلت لك انا من منطقه شعبيه، دونك حبيت ندخل في حاجه اكثر معناها عندها علاقه بالواقع وعندها علاقه بحياه الناس اللي انا عندي علاقه بهم. بديت نخدم في كل ما عنده علاقه بالعنف باشكاله، واثنيه وحدها هزتني لي شكل من اشكال العنف اللي هو التطرف العنيف والجهاديين والى الجماعات الجهاديه. وكانت عندي اكسبيريونس قبل في مناطق شمال افريقيا وفي الشرق الاوسط، دونك اللي حلت لي برشا بيبان اني معناها نوسع نطاق خدمتي مش بركه في تونس، في المنطقه باكملها. نعرف ايه تبارك الله، المنتوج البحثي نتاعك كبير وهام. لو تختار واحد منه تحب نركزوا عليه نحكيوا عليه اليوم، حاجه انت فخوره جدا انك خدمت عليها وفخوره بالنتيجه بالاليات اللي استعملتهم بالجهد اللي تحط، احكي لنا عليها. لا معناها الدكتوراه نتاعي، درست الدكتوراه نتاعي اللي كان موضوعها على الامن الحدودي في شمال افريقيا. خاطر بالحق كانت هذيك الحاجه اللي فصلت بها ما بين الدراسات القانونيه، وكانت اول بحث دكتوراه في الجامعه نتاعي، في جامعه العلوم القانونية اللي ماهيش بركة علوم قانونية، لا حكيت على العلوم القانونية والعلوم السياسية والعلوم الاجتماعية. وفخورة برشا خاطر خذيت برشا وقت مني، خذيت 5 سنين من عمري وكان فيها بالانفستيسمون كبير على الاخر شخصي وعملي، وكانت فيها خدمة كبيرة وبحث كبير. يعني وقفت من اني ناخو شنو العباد قاعدة تقول، وبحثت انا وهبطت انا في التيران. خدمة التيران هي اللي عملت فرق كبير في حياتي، اني نعمل ديزانترفيو مع 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 كناطريه، اني نعمل ديزانترفيو مع مهاجرين غير شرعيين على الحدود، كيفاش دخلوا اكل لو كوتيديان تاع ناس كنت بعيده برشا عليهم. دونك بحث الدكتوراه نتاعي كانت اكثر حاجه حبتها وتعبت فيها ومثلت لي حاجه ياسر حبتها. نعرف من غير العادل انه نختزلوا معناها الخدمه نتاع 5 سنين وشغف نتاع 5 سنين في 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 بضع دقائق، لكن لو فما اهم خلينا نقولوا المخرجات نتاع البحث نتاعك، كي نقولوا اهم مش بالضروره ندخل بالتفاصيل، لكن بشنو خرجت من الدكتوراه نتاعك ينجم يكون في موضوع البحث في حد ذاته او في عمليه البحث، يعني في الاليات كما ما تحب. اي اللي اكل الحياه في الحدود لا تخضع لي لو باراديغم نتاع القانوني وغير القانوني، معناها دي ديمونسيون اخرين لازم نعاود نقولها. انا من خلفيه قانونيه انك تكتشف اللي القانون ما عندوش ما نموش بلاصته، هذاك مجال لا يخضع للقانوني وغير القانوني، عنده قواعد اخرى اخلاقيه قد تكون شرعيه اما مش قانونيه. القانون مجاله مش في الحدود، القانون مجاله في المركز اكثر، في العلاقات مع المركز اكثر، اما الحدود بالحق يختفي تماما القانون وتظهر دي ديمونسيون اخرين نتاع علاقات ونتاع احكام ما تمتش للقانون صله. وذاك اكثر حاجه انا حاولت ندافع عليها في البحث نتاعي، اللي ماهوش مجال القانون، لازم نخرج
دي باراديغم جدد ما همش قانونيا. الموضوع غير قابل وغير خاضع لي ان نقنوه اكثر من ان نشرعنوه والا نخضروا له بطريقه اخرى بعيدا عن القانون. وشو نتيجه او الاثر بتاع نتيجه مثل هذه؟ انت تشوف شنو الاثر انه احنا نستوعب نتيجه مثل هذه اللي انت تدافع عليها في اطروحه الدكتوراه بتاعك؟ تتغير العلاقات تماما مع المركز، تتغير العلاقات تماما في انك معناها اللي يعملوا فيه خرج من كونه غير قانوني الى كونه شرعي ومشروع ومقبول اجتماعيا وقانونيا. دوك العلاقه مع انه نخزروا لهم كالكناطريه على انهم ما عادش دي سوجي دو دغوا، ما عادش مواضيع تخضع للقانون، تخضع لعلاقات اخرى. حتى نظره الوصم اللي خاطرهم ناس معناها كلها تدور في مجالات غير قانونيه، اكل وصم هذاك يتنحى. ولمومون اللي انت تنحي الوصم في علاقتك مع الناس هذيا، ما تتخيلش كم المقبوليه اللي يقبلوك بيه وكم الاستيعاب اللي ممكن هما يستوعبوا الدوله، مش العكس، مش الدوله تستوعبهم، لا هما ممكن يستوعبوا الدوله اكثر واكثر واكثر واكثر. شكون اطراف تتمنى انهم يكون عندهم اطلاع على منتوجك البحثي هذا وعليش؟ والله والأمانة أنا في خلال عملية البحث حكيت مع الأطراف الممكنة الكل، واللي تحس واللي معناها الناس كل فاهمة طبيعة العلاقة، أما صعب إنك تقنن طبيعة العلاقة. يعني في مثلا وزارة الداخلية، في إدارة الأجانب والحدود، عارفين معناها أكثر ناس تستوعب خصوصية العلاقة مع الحد وخصوصية العلاقة مع الناس اللي تتعدى الحد ولا تعيش على الحد، هما يعرفوا. بس صعب إنك تعطيه طابع معناها قانوني وإلا صبغة قانونية، بس هما يقبلوها وفاهمينها وعارفينها. وعلاش ديما نقولوا اللي معناها يتغاضون على اللي صاير، على خاطر اللي عاش على الحد واللي خدم على الحد يعرف اللي يديك طبيعة الحد، وما تنجمش أنت كدولة تفرض على الحد طبيعتك. من أول التاريخ الحدود هي مناطق متمردة على المركز، صعيب أنك تفرض عليها حاجة. وأكثر ناس مستوعبة هي ممثلي الدولة في المراكز الحدودية، أكثر ناس تفهم طبيعة العلاقة هي الناس اللي خدمت في الحدود ومن بعديك رجعت للمركز، هما الناس اللي قادرين أنهم يبدلوا في العلاقة ذيك، خاطر كانوا في مرحلة من مراحل حياتهم خدموا في الناس ذيك وسط الناس ذيك ومع الناس ذيك، قادرين أنهم يوصلوا إلى حد ما صوتهم. انا في خدمتي كان برشا عندي دي انترفيو، كانوا برشا عندي دي فوكس جروب، كانوا عندي برشا دي سيسيون دو فاليداسيون للخدمه نتاعي مع اطراف مختلفه. دونك لا حكينا برشا، وبرشا عباد تعرف طبيعه العلاقه، وبرشا عباد تستوعبها وتفهمها من ممثلي الدوله معنا. اطروحه الدكتوراه هي مش نقطه نهايه، والنتيجه نتاعها ان يتحط قدام اسمك دكتورة آية، لكن هي بداية، هي ولادة متاع فكرة أو نعطيها الروح متاعها وتنطلق من غادي. وين البحث متاعك انطلق من هذيك النقطة أو ممكن ينطلق؟ لا هو ما كانش بداية، بالعكس، أما كان الفرصة اللي خلقت لي أكل علاقة اللي نجم نتواصل بها، كي نحب نخدم أنا في أي لحظة من اللحظات، نحب نمشي نخدم في الحدود في الجزائر، في المغرب، في تونس، في ليبيا، ممكن جدا، خاطر بنينا علاقة أنا وسكان الحدود وإلا العاملين على في المناطق الحدودية. من وقتها، خاطر أنا كملتها في أنكار لحظة فارقة أخرى اللي هي لحظة 2014، وقت اللي طلع ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. دونك وقتها أنا لقيت روحي في خضم المناطق هذيك اللي يتعدى منها الناس اللي ماشية، اتحل باب آخر متاع بحث اللي أنا دخلت فيه وتعمقت فيه أكثر، معناها كيفاش المناطق الحدوديه تتعامل مع الناس هذوما بالذات. حتى قبل كانوا مجموعه من الناس هما يسميهم الربه في تونس، اللي هما معناها ابناء الزواج الغير شرعي نتاع الحدود والجماعات هذيا، بمعنى الربيب في العربيه. الربيب هو الابن من زوج اخر. دونك هذيا النتيجه اللي طلعت هذيا نتاع المقاتلين يخرجوا يقاتلوا على الحدود، يا اما في ليبيا يا اما يتسافروا بعديك، تحل باب جديد لي أنا للبحث. وكي من وقتها صارت برشا خدمة على الحدود، على الموضوع ذي بالذات، موضوع المقاتلين وإلا المتشدين اللي إما يسافروا ليبيا إما يسافروا مناطق أخرى في الشرق الأوسط. حياتنا اليومية، وممكن هذا السؤال نختم به، آية،
كيفاش فهمنا للواقع اللي نعيشه فيه توا يساهم فيه بحث كمن هذا؟ شو الأشي، شو الزوايا اللي ينيرها؟ صحيح أنت حكيت على عدة جوانب، لكن إذا نرجع للواقع متاع اليومي متاع المواطن التونسي أو المواطنة التونسية، كيفاش هذا البحث يغير من استيعابه للواقع متاعه؟ والله في خطر في لحظة احنا نقرر ان ناخذ ونسمع، معناها تتوقف عملية الاستهلاك نتاع المعلومة اللي جايتنا من الله اعلم انه مصدر، لحظة انك تسمع الناس ايش قاعدة تقول، الناس المعنية بـ 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 بالامن الحدودي في ابعاده الكل كيفاش تحكي لك على الموضوع، انك تسمع، خاطر كي تسمع توصل الى انفاسات والا وجه من اوجه الحقيقة. اما كي تستهلك المعلومه من غير ما تعرف قال فلان ولا قال علان، من غير الناس معناها اكل الزخم نتاع الناس اللي يجيب لك معلومه ممكن عمرها ما كانت تخطر في بالك، انك تسمع يمكن احلى حاجه في العمليه البحثيه والا في انك تختار كارير في البحث، والا وانك تسمع، انك تقف من انك تحكي برشا وتسمع، خاطر كي تسمع باش تكتشف برشا حاجات في روحك، في الانتوراج نتاعك، في بلادك، انت عمرها ما كانت تخطر في بالك، وباش تحل لك حاجات، باش تفهم حاجات ما كنتش تتصور انها ممكنه وانها صايره. برك انك تسمع. شكرا. ايه، ونتمنى كل حد سمع الكلام نتاعك يكون فما فضول يكون موجود ومتوفر باش يطلع على المنتوج البحثي نتاعك، ونشكر برشا على الوقت اللي خصصته لنا، ونتمنى لك كل التوفيق في مرحله الاستماع والبحث في المستقبل. شكرا.